الاقتراح كالتالي: أن تقوم الحكومة من خلال جهاز مختص بأن تخصص كل سنة بهدف لتحقيق هدف معين وشعار معين. يعني الخطة التنموية تمشي وتنفذ اللي فيها من أهداف وتطلعات ونتائج مطلوب تحقيقها، لكن نخصص في كل سنة قضية معينة، وهذه القضية فليكن على سبيل المثال، أنا حطيت مجموعة من الأمثلة في المقترح برغبة، فليكن مثلا السنة هذه سنة اللي هو تحقيق النزاهة ومواجهة الفساد. السنة هذه إحنا حريصين ككويت على أن إحنا نرفع اسم الكويت والمؤشرات العالمية لدولة الكويت في مؤشرات مواجهة الفساد العالمي.